تأسف على هذه الصورة التي ربما ليست مثالية. أرحب بالجميع وشكرا على مشاركتكم في هذه الجلسة الافتتاحية حول الممارسات والدروس المستفادة. اسمي جابرييلا روسانا، وأنا محاضرة في جامعة كابشتت، كما أنني مديرة مؤسسة لمؤسسة تقع في كابشتت جنوب إفريقيا. ومعنا المشاركون الكثيرون، لدي أن أنضبط بالوقت. أود أن تعليمكم حول كيفية ترتيب هذه الجلسة. هناك ثلاثة متحدثون في كل من هذه الجلسات، وسيكون لدى كل مشارك مجال لإلقاء كلمة، وهناك كذلك مجال لطرح الأسئلة والأجوبة. هناك 7 دقائق مخصصة لذلك، وسوف نقوم من خلال ذلك بتبادل الخبرات وكل ما يتعلق وما ينتج عن ذلك. الجلسة الثانية ستخصص إلى الفرص والتحديات والمخاطر المتعلقة بحالة الجائحة، كما سأنني أقدم كل من المشاركين والمتحدثين قبل أن يبدأ بإلقاء كلمته، وأرجو الانضباط بالوقت. وانتهازا لهذه الفرصة، أود إعلامكم عن الإطار العام للقائنا اليوم. في مختلف أنحاء العالم يتم تطبيق مختلف أنواع التكنولوجيات والتطبيقات في مجابهة الجائحة. كذلك هناك فرق متنوعة تعمل أونلاين وأوفلاين بالاستفادة من مختلف الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بذلك بمراعاة الأحكام القانونية. هناك مبادرات كثيرة تتخذ في صدد آخذين بالاعتبار السياق السياسي والاجتماعي، وذلك يتعلق بالحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيات، ولأن له انعكاس مباشر على كيفية حوكمة وإدارة البيانات. فيروس كوفيد 19 عنصر يسرع هذه العمليات بشكل فعلي، فالصورة بالفعل تتطور بشكل أسرع مما كانت عليه في الماضي. والآن ابتعادا عن سياقي، أنا من جنوب أفريقيا، ألاحظ بأن هناك مختلف المحاولات تتخذ من أجل تقديم الرد للائحة، ولكننا هناك نجد بعض الصعوبات على مستوى بعض الدول في تطبيق هذه الحلول، ومعناه أن هذه الحلول قد لا تأخذ في الاعتبار الفجوة الجبارة في الرقمنة والسياقات الأخرى التي نأخذها في عين الاعتبار فيما يتعلق بعدم المساواة بين الفئات المختلفة من المجتمع، وليس لدينا ربما نفس الأطر المتساوية لإدارة هذه البيانات. ونحن على اليقين بأن هذه حالات عدم المساواة تتعلق بما يسمى بالثورة الثالثة، وبعض من هذه التحديات تدفع السياسة نحو التحديث واللوبينج، وإنه شيء مثير للاهتمام ما سيحدث في المستقبل القريب. والآن وصولا إلى الاعتبارات السياقية، أود أن أشير إلى أن الجزء الأول
من جلستنا الصباحية تتعلق بالأدوات المفيدة التي يمكننا طرحها وتقديمها على ضمان الخصوصية. المتحدث الأول هو السيد روبن جرين، هو السيد روبرت جرين هو مدير الخصوصية والسياسة العامة في فريق سياسة الخصوصية في فيسبوك. وقبل أن بدأت السيدة روبن في العمل في فيسبوك، كانت تعمل على وضع استراتيجيات والسياسات الخصوصية. وأعطيك الصوت يا روبن، وبعد أن وصلنا إلى الدقيقة الرابعة من تقديمك سوف أرفع يدي للإشارة إلى الوقت. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على دعوتي إلى هذه الجلسة. إن فيروس كوفيد علمنا أنه الأهم ربما في عالمنا المعاصر، ونحن في فيسبوك متحمسون لحماية الخصوصية وأساليب التقاسم والتشارك بالبيانات وبناء البيئة المتنوعة والمستدامة، بما في ذلك الضمان، ضمان الحريات الأساسية. اللقاءات التي نعقدها اليوم نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. وعلى وجه التحديد، فيروس كوفيد يضعنا في مكان أو تحد يجب مجابهته وإشراك مختلف فئات الناس، والأولوية هي في إتاحة الوصول إلى مختلف المصادر لمن يحتاج إلى ذلك. في الوقت القصير استطعنا بناء القدرات من أجل تسهيل هذه الأدوات من مختلف المصادر والموارد، كما استطعنا تقديم بعض المصادر المالية لتمويل المؤسسية، وبناء ذلك بناء على والعالم يواجه جائحة كوفيد 19 والمجتمعات تعاني منها، فيجب أن نفهم كيفية انتشار هذا المرض. كلما تحسن مستوى هذه المعلومات، كلما علمنا أكثر إلى أين نتجه بأدوات المساعدة. هذه البيانات التفصيلية ليست سهلة في الوصول إليها، لأن جمع البيانات والمعلومات من كافة أنحاء العالم هو تحد، وخاصة وذلك لتقديم الإجابة المناسبة لفيروس كوفيد 19. أود الإشارة إلى أن دعم هذه الجهود لا يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حريات الناس، لأن الخصوصية أولا هذا هو شعارنا، وهذا الموضوع يهيمن على النقاش العام. كذلك نود مساعدة رعاية الصحة والباحثين من أجل أو في سعيهم نحو حماية الخصوصية وحماية بياناتهم الشخصية. التقاسم البيانات والمعلومات ليس فقط جزءا من هذه الإجابة، ولكن الناس باستمرار إلى الأهداف التي كنا نسعى إليها ما قبل الجائحة. فنركز على حماية البيانات من أجل عدم الإتاحة أو حماية هذه البيانات، وضمان أن نستوفي ونلتزم بالتزاماتنا في هذا الخصوص. حماية وجهودنا
كل ما نقوم به يركز إلى تحليلات الخبراء والخبراء والإخصائيين في المجال الصحة العامة وحماية الخصوصية، والفاعلية هي مهمة جدا بالنسبة إلينا. المبادرة الخاصة بنا والمتعلقة بفيروس كوفيد 19 التي نعمل عليها بالتعاون مع مختلف أقسام في إدارات الصحة، يجب أن تنسجم وتتلائم مع السلطات ووزارات الدول المعنية. المبادرات الخاصة بكوفيد 19 ترتكز وتستند إلى معايير حماية خصوصية، فهناك شفافية تامة في جمع المعلومات والبيانات الخاصة وكذلك جردها. نحن نجمع هذه البيانات ونقوم بحفظها أو تخزينها بكميات الأقل الممكنة، وكذلك حقوق الإنسان هي من أولوياتنا، ونحن نقوم بتحليل ودراسة هذه المجالات من أجل العمل على عدم تمكين أحد من انتهاك حقوق الناس. هذا دائما في الصدارة، ونحن بذلنا قصارى جهودنا في هذا الصدد من أجل خير الاستفادة من البيانات المجموعة منا المستخدمين، وساعدنا للناس في تسهيلهم على الوصول إلى الموارد المحتاج إليها دون انتهاك حقوق أحد. الآن أعطي الصوت إلى دكتور في العلوم الاجتماعية، وهو يهتم بالأمور التي لها علاقة ب الحفاظ على البيانات الشخصية، وهو محاضر في جامعة مونتفيديو وفي جامعة أوروغواي. عمل في مصلحة الضرائب وفي مصلحة التخطيط. شكرا لك يا جابرييلا، وشكرا لك يا أمي أسو على هذه الدعوة. أنا سعيد أنني أشارك معكم، وسأحاول أن أتكلم بشكل مختصر بسبب حصر في أوروغواي في المسؤولية تقع على عاتق الجميع. أما بالنسبة لحقوق الإنسان والقوانين الموجودة، فهناك قضايا تتعلق بالمحكمة العليا وكل ما يتعلق بجائحة الكورونا. أما من منظار تنفيذ الالتزامات الدولية، فإن منظمة الصحة العالمية تتطلب أن تكون هذه الإجراءات لمكافحة الجائحة تتعلق أن تكون بشكل نسبي للقرارات وللمهمات التي نقومها. فإن حكومة أوروغواي تقوم بتنفيذ برنامج حكومي بالمشاركة مع عدة منظمات أخرى متواجدة لدينا وتساهم في هذه الفعاليات، ومن بينهم أيضا بنائي المساكن، ونحن من بين الدول التي نساهم فيها القطاع الخاص ووكالات لتطبيق الحلول الرقمية من أجل أن نتحمل المسؤولية. وهذه الفكرة ستبقى دائما طوعية، وهو برنامج يتم تنفيذه
بما يتفق مع برنامج الحكومة البولندية التي تضمن الحفاظ على البيانات الشخصية وعلى أمانها، وهذا سيتم بأن عرض البيانات الشخصية في حالات الكوارث يجب أن يكون معتمداً على أسس القانون وأن يعتمد على حماية التوجيهات التي تتعلق بحماية البيانات الشخصية، وبالتعاون مع العلماء والمفكرين نقوم أيضاً في أن هذه المجموعة تحصل على بيانات من المؤسسات الخاصة ومن المؤسسات العامة والتي لها مصلحة في المحافظة على هذه البيانات الشخصية للزبائن، ولكن المتطلبات الصحية أيضا التي أو المتطلبات القانونية أخرى، وهناك يتم تحديد كل هذه الأشياء التي يجب عليها. من الصعب أيضا أن نؤمن هذه الحماية للبيانات الشخصية، وهناك أيضا نستفيد من العلماء والفكراء المفكرين فيما ذلك. أما فيما يتم القضايا الأخلاقية، نحن نستطيع أن نقول أن هناك توجيهات في إعلان الحكومة التي تحدد الأسس التي يمكن استعمالها أيضا، مثلما الوصول إلى حقوق الإنسان أو تدفق المعلومات الشخصية وأمان هذه المعلومات الشخصية. فيما لذلك لجنة مواصفات عالمية لكل هذه النشاطات التي نقوم فيها، فنحن قبل جمع هذه المعلومات الشخصية يجب أن تكون هذه المعلومات حقيقية، ونسعى لأن تكون من أجل أن أختتم أقول يجب أن يكون هناك ثقة بين أنظمة التعامل مع هذه البيانات الشخصية والأشخاص الذين يقومون بذلك، يجب أن يكون أصحاب ثقة، وكذلك الالتزام بكل هذه التوجيهات التي ذكرتها من قبل. يجب أن تكون ضمانة الحكومة لهذه سوف تقوم بحل مثل هذه. شكرا لغونزالو على هذا العرض السريع. أعطي الصوت لكارميلا ترانكوسوف، وهي أستاذة في سويسرا، وهي أيضا تعمل في مجال الهندسة والبيانات الشخصية وتأثير التكنولوجيا على الوصول إلى، وهي ونقدم لكم السيدة. شكرا جزيلا، شكرا على دعوتي هذا المؤتمر. أولا أود القول أنني هنا شخصيا وأتحدث باسمي أنا شخصيا، ليس باسم حكومة سويسرية ولا باسم جوجل. تطبيق الاتصالات ظهرت لتلبية احتياجات فيروس كوفيد 19، وذلك منع انتشار الوباء، وفي لأن في حالة جائحة كوفيد 19 تم القرار بأن هذه التكنولوجيا قد تساعدنا في ذلك كثيرا. ومثل هذا المستشعر الكثير من الناس يتصرفون به في جيوبهم،
هذه التكنولوجيات المستندة إلى التطبيقات هي غنية البيانات الشخصية، وهذا كان مقلقا نوعا ما، لأننا نتحدث عن تكنولوجيا تعامل البيانات، وقد يتسبب ذلك في حالات انتهاك خصوصية المواطنين والمستخدمين والديمقراطية بشكل. لذلك في جمعنا مجموعة من الباحثين سعيا لضمان خلق تطبيق تتبع البيانات، ولكن بما يحمي خصوصية المستخدمين. المعلومات التي تجمعها التليفونات والهواتف في أوروبا وفي سويسرا في أوروبا قد ترافقها هذه المستشعرات، وهذا التطبيق يحمي حسب المواصفات ومعاييره حسب الخصوصية، وهذا يجري ضمن هذا المشروع ولا يخرج من إطار قانون حماية البيانات. فلا يمكن استخدام هذا المستشعر أو هذا التطبيق لأهداف أخرى، جمع البيانات الأخرى أو أي شيء آخر. الأهم أن ما سنقوم به بكل التأكيد لن يخلق مشكلة جديدة، ولكن بشرط أن نستخدم هذا التطبيق بالطريقة المناسبة. فهناك بعض ما يدل على أن هذه التطبيقات الحديثة تساعدنا بالفعل، ولا يكثر انتشاره حتى الآن، ولكن يتم تطبيق هذا النوع من التكنولوجيات في مختلف أنحاء العالم. ربما ليست كل نظم الرعاية الصحية جاهزة ومؤهلة لدعم استخدام مثل هذا التطبيق، وهذا مهم من حيث إدارة البيانات. قبل أن نسافر إلى تلك الدول ونمنحهم هذه التكنولوجيا، يجب أن نساعدهم في بناء الأرضية والخلفية الرقمية لاستيعابها. وأخيرا وليس آخرا، وهذا ربما الأهم في كل شيء، يجب أن لا ننسى المسؤولية، وهذا كان شرطنا الأساسي. يجب أن يحيط بهذا التطبيق أو تحيط بهذا التطبيق البيئة الوقائية المناسبة، وهذا النظام نعمل عليه الآن من أجل إيجاد الطرق الجديدة لإدارة الإنترنت، البنية الأساسية والتحتية وطريقة التحكم بتحدياتها. شكرا لك يا كارميلا. لكي نقوم بخاتمة ونبدأ بعدها الجلسة الثانية، هناك عدة أسئلة في مجلات عديدة. أريد من المتكلمين أن يجيبوا على الأسئلة التي تتعلق بها، أغلبها من الدكتور رشاد إلى روبن جرين. الدكتورة رشا عبد الله، هل أقرأ أم تقرأين السؤال؟ روبن، إن سؤالي مرتبط ببرنامج Data for Good، أي من أجل حسن التعامل مع وهو تطبيق للفيسبوك، أي أن هذا البرنامج يستطيع أن يجمع معلومات أكثر مما يجب فعله من أجل مكافحة الجائحة، وخاصة أن هناك تخوفات أن مستخدمي لا يستطيعون إزالة المعلومات التي وجدت في هذا الفيسبوك. هل نستطيع أن نعرف ماذا يحصل بهذه البيانات الشخصية عندما ينتهي البرنامج؟ ماذا يحصل بهما؟ شكرا لك.
شكرا على هذا السؤال. هذه قضايا مهمة فعلا وتساؤلات مشروعة. أهم ما نستطيع أن Data for Good هي ليست جواب محدد على كوفيد 19 أو التقنيات الأخرى في الماضي. تم البحث عن بيانات من أجل المجتمع يمكن استخدامها، ومثل هذه الحلول استعملت في الجائحة، وهي تستخدم هذه Data for Good من عدة سنوات. ومثلا إذا حصلت كوارث أخرى أو خلال فحوصات التي والدراسات التي تحمي الشخصية والبيانات الشخصية، ولكن أيضا تتعلق بالشركات التي أثناء العواصف أو أثناء الفيضانات، أي عند حصول أيضا وباء في وباء بولي في أفريقيا، أيضا استطعنا أن نستخدم هذه البيانات من أجل أن نقوم بسرعة برد فعل تجاه كوفيد. أيضا هذا يخدم هذا للوكالات الدولية من أجل مكافحة فيروس الكورونا، وأيضا هو تعتمد على 9 بيانات قوية من أجل حماية هذه المعلومات التي كنا قد جمعناها، ومن أجل أيضا فحص هل الأدوية هي مجدية في هذه الحالة. وهناك عدة قرارات، مثلا في تايوان استطاعوا أن يعرفوا أين هناك مخاطر العدوى، وأيضا في إيطاليا حصلوا يعرفوا مكان أمكنة اللوك داون، أو في نيويورك أو في الولايات المتحدة هناك أيضا اطلاع على هذه البيانات بما يخص بعض المقاطعات. وهذه الإعلانات التي كانت البيانات المحولة إلى وزارة الصحة، فنقول أن خرائط التي وضعناها نحن تبين أن هناك تظهر كيف يسافر الناس، إلى أين يتجهون، كيف أين يتصلون مع بعضهم، وبذلك يمكننا أيضا أن نعزل هذه الأماكن التي ممكن ظهور الكوفيد 19 فيها. وعلماء البيئة والأخصائيين في هذا يستفيدون من معطياتنا التي نجمعها، وخاصة أن مكافحة هذا الكوفيد لدينا أيضا محطات تستطيع أن حركة الناس نرصدها، ويمكن أيضا القيام بأمور وقائية. من بعض الأشياء المهمة التي يجب أن نذكرها أن Data for Good هي تحمي هذه البيانات، وهي لها علاقة مع شركاء أصحاب ثقة، وفقط من بين لا نعطي هذه المعلومات للشخصية، هل أن هناك يستطيع أن يلغي هذه المعلومة التي تخصه، هل يستطيع إزالتها؟ نقول أنها هي غير لا نعطيها للغير، هذا من أجل حفظ البيانات التي نتعامل مع مشاركنا. مفتاح ذلك أن هذه المعلومات هي متواجدة بشكل موجودة في فضائيات لا يستطيع أحد الاستفادة منها، فإنها يمكن إزالتها بشكل كامل ولا بشكل. هذه المعطيات العامة ممكن استخدامها
من قبل المعلوماتيين، وهم على علم بأنها معلومات محمية وشخصية. وآخر ما أريد أن أقوله في هذا المجال وهي مهمة وذكرتها فيما قبل، نحن نتحدث هنا عن موافقة طوعية من قبل الناس من أجل مكافحة هذا الوباء، أي أن هذه المعطيات التي نستخدمها Data for Good فهي بيانات ومعطيات تستخدم أيضا في معلومات عن الفيسبوك، وهذا البرنامج وهذا التطبيق فقط يستخدم مكان جغرافي فقط إذا وافق المستخدم على التواصل وفتح هذه الميزة ووصلها أين هو وأين، ومن هنا نستطيع تجميع هذه المعلومات وتحليلها. ونحن نؤكد حمايتها. شكرا روبي. السؤال الثاني من كليتونا هاملتون إلى كارميلا. نعم، هناك الكثير من النقاشات حول تأثيرها على المعلومات الشخصية وحقوق الإنسان من شيء عام إلى شيء محدد. بعض المشاكل المتعلقة بهذه التقنيات أنها مرتبطة بذلك. قلت أن هناك إمكانية لاستخدام هذه الحلول من أجل تتبع الناس بشكل مباشر أو غير مباشر لخصوصية الإنسان. شكرا يا كايتو. ما هي المخاوف؟ ونحن أكثر من مرة سمعنا هذه القضايا عن إمكانيات تتبع المعلومات وتجميعها من حيث الموقع الذي أتت منه، والآن القدرات والإمكانات التقنية أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي، ويمكن استخدامها تقريبا لكل شيء، من بدءا من وصول وبناء هذه البيانات وقواعدها لأغراض جيدة، وصولا إلى المخاوف المتعلقة بوصولها إلى العناصر غير المرغوب فيها مثل مجموعات الهاكرز أو الحكومات التي أحيانا تريد أن تسيطر على بعض فئات من المجتمع. وعندما نتحدث عن هذه التطبيقات دائما يجب أن لا ننسى هذه المخاوف والمخاطر المتعلقة بذلك، فنحن وفي بالنا ذلك السعي المستمر لضمان الخصوصية، لأنه إذا كان لدى العناصر غير المرغوب فيها الوصول إلى هذه التكنولوجيات فهذا قد يولد مشاكل. لذلك من الأهمية بمكان ألا نبني مثل هذه القاعدة فقط، ولكن أيضا توفير المستوى المناسب من الحماية، وهذا مهم جدا. وهذه الرسالة مني إليكم، يجب أن نبني هذه التطبيقات بالاستناد إلى مختلف التكنولوجيات، ولكن أيضا حماية للبيانات والمعطيات. يجب أن نغير ظننا في أو إعادة النظر ومراجعة بعض التكنولوجيات التي قد تتولد منها، وهذه الطريقة المناسبة والأسلوب المناسب. فيجب كذلك أن نحمي خصوصية المجتمعات وحركياتها من أجل الاستفادة منها للتأثير الإيجابي فيها، مثل كامبريدج أناليتيكال
رجعت إلى المواطن ومن أجل إفادته. فيجب أن لا ننسى أننا قد يتم استخدام هذه البيانات في أغراض أخرى. أريد أيضا أن ملاحظة تتعلق في الصفة الجمعية لهذه البيانات الشخصية. والسؤال الأخير في هذا الجزء من اللقاء من لاباسينا دو غونزالا، سؤالي هو التالي، هو مرتبط بالتنبيه المتعلق شكرا على هذا السؤال سيدة أمبر. ورأيي أن نحن نتحدث عن ذلك، وهذا دليل على الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. ومن المهم أن ننتبه إلى الاحتياجات. الحكومة الأوروغوائية تنظر إلى آلة ضمان الخصوصية بانتباه، ويجب أن نعمل على ضمان الخصوصية والحماية القانونية لهذه البيانات والمعطيات. هذا الانشغال والانخراط للجهات المختصة تم إدراجه في المرحلة المبكرة، واستطعنا إجراء التحليلات المناسبة لمستوى الإنذارات وكيفية التأقلم مع هذه الحلول وضمان الشفافية. وتم إدراج التطبيقات المناسبة في هذا الصدد، وكذلك بما في ذلك حذف البيانات أو المعطيات بعد الانتهاء من استخدامها، فيتم حذف مثل هذه البيانات. وهذه التوجيهات كانت أساسية وجوهرية، وفيما يتعلق بهذه البيانات لأسباب إجرائية وأخرى وبالاستناد إلى تكنولوجيات المعلومات قبل فريق عمل، تم إعداد ونشر تقارير تم نشرها على المواقع العلنية على ضمن مسؤوليتي. شكرا لجميع المشاركين. هناك 3 أسئلة كما أرى ظهرت في جلسة الأسئلة هذه، وأنا سأطرحها على المتحدثين، وحسب ترتيبها أرجو من كل منهم الإجابة. السؤالان الأولان مرتبطان ببعضهما البعض كما يبدو، وهي موجهة إلى كارميلا، ومقاربتك إلى السعي إلى ضمان الخصوصية، وكنت تتحدثين عن بعض القيود لهذا المشروع. والسؤال الثاني مرتبط بذلك، أثناء الوباء الكثير من الناس كانوا قلقين جدا فيما يخص التقاسم بالبيانات المتعلقة بإي-governance، وخاصة من الدول النامية. ومن ناحية هناك جوانب مهمة تتعلق بحماية الخصوصية، ومن ناحية أخرى
هناك بعض الأطر أو السياقات التي يصعب فيها القيام بذلك. هناك ظهر سؤال آخر. لا آسف، وهو كيف يمكن ضمان شمول هذه البيانات المتعلقة بكوفيد 19؟ على سبيل المثال الوصول إلى التكنولوجيا وعدم وجود الاختبارات أو النتيجة السلبية، كيف يمكن معرفة أن هذه البيانات موثوق فيها؟ هذا السؤال يقصد كيفية بناء قواعد البيانات الموثوقة أو الموثوق بها. فأعطيك الصوت أولا. شكرا لك. حاولت أن ألغي صوت الميكروفون. بالنسبة لدقة الدقة والتكامل، فهذه المعطيات والبيانات هي معطاة بشكل تقارير من قبل المستخدمين، وعندما يكون هناك لا توجد إمكانية تقنية للحصول على ذلك، فإن أعمالنا تتركز على أن تكون أولوياتنا في إعطاء المعلومات الحقيقية عن المرض، وكذلك يجب أن يعرف الناس كيف عليهم الحماية من أجل وأن تكون هذه المعلومات هي معلومات صالحة للاستعمال ومعلومات جارية وليست قديمة. لذلك هذه عنصر الثقة هو عنصر مهم من أجل من هنا تكون أعمالنا في استخدام هذه البيانات، ليس فقط من أجل كوفيد 19، وإنما هذه المعلومات الموجودة في Data for Good هي يجب أن يكون الناس غير قلقين على أن هذه المعلومات تستخدم لأغراض أخرى. من المهم أن نستخدم هذه المعلومات التي تخص المكان الجغرافي إذا سمح المستخدم على ذلك. يمكن ذلك أن نضعه في التطبيق وأن نطبقه، وهذه الحلول تسمح ضمان السرية فإذا أعطوا موافقتهم أو لم يعطوا، فذلك أيضا هو مجموع بشكل رئيسي. شكرا لك يا روبين على الإجابة. والآن غونزالا. بالنسبة لدقة المعلومات التي مأخوذة من قبل المستخدمين، فإن وزارة الصحة وتعطي معلومات واضحة، وإدارة الإدارة الموجودة في الصحة في وزارة الصحة العامة مهمتها تأكيد هذه المعلومات التي تظهر في المجال العام قبل أن يتم نقلها إلى مكان آخر. أما بالنسبة للثقة، يقول أن هذه الثقة يجب أن تكون مبنية من السابق من قبل الحكومات، من قبل المؤسسات، وأن المسؤولية هي جزء كبير من هذه الثقة، وأسس أخرى أيضا يتم إجراؤها، وكل هذه القضايا تتعلق أيضا مرتبطة بحقوق الإنسان. شكرا. الآن كارميلا. بالنسبة للسؤال الأول، هل نحن نخرج خارج الخصوصية في بالأساس؟ أعتقد أن هذا مفهوم كحماية البيان، حماية الخصوصية، وأن private design هي التي يسمح بها من قبل الجو الجامعي بأن هي أساسية
والثقة التي نأخذها فإنها الانفتاح، الانفتاح والكلام عن هذا البرنامج وعن هذا التطبيق هي كلها عمومية. فسرت أنا ذلك وقلت وفسرت لماذا نفعل ذلك وكيف نفعل ذلك، لأنني أنا أيضا غير متعودة للتفسير. فكان أهم سؤال هو ما هو الهدف من هذا كل ذلك، وكل هذا الشرح الذي نقوم به يساعد على بناء مثل هذه الثقة. في بعض الدول يجب علينا ننظر ليس كيف تسير التكنولوجيا، ولكن يجب علينا مساعدتهم على مساعدة نظامهم الصحي، ولأن عدم التكنولوجيا هي تقوم بجهة باستكمال هذا النظام كله، ولكن الأساس هو النظام الصحي المتواجد. هذه شكرا لك يا كارميلا، هذا طريقة جيدة لإنهاء جزءنا الأول في مجال الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، وتبين لنا أن الثقة هي قضية مهمة جدا، وكل هذه القضايا مرتبطة ببعضها ارتباطا كبيرا. أن الوصول إلى المعلومات ليست هي الأصل، بينما الأصل هو ارتباط هذه القضايا مع بعضها، وأن يسمح لنا ذلك فهم. سندخل إلى الجزء الثاني من جلستنا هذه، سوف نجيب على السؤال أن كيف هذه حوكمة هذه البيانات وإدارتها، كيف سيتم. كليتون هاملتون سيكون الأول من هو زعيم أو رئيس برنامج يتعلق بالبيانات الشخصية والحفاظ على والتحسين، وأيضا يساعد على كيف تطبيق الأنظمة الصحية عالية المستوى وفي مجال التقنيات من أجل الوصول إلى نظام الصحة. شكرا يا كليتون على هذا التقديم. شكرا على هذا التقديم. ما يمكننا العمل الآن، يجب أن نفكر بالإمكانيات الخاصة بالإمكانيات المبنية على البيانات. هناك دول فوق 53 للمنطقة الأوروبية التي تعول في تكنولوجياتها على جمع البيانات، وفي مجال الرعاية الصحية هناك نقص في الوصول إلى هذه الأنظمة في الوقت الجاري. ومنذ عقود من السنين هناك بعض الدول التي وقعت في حالة عدم التأقلم مع هذه البيانات. وثانيا حتى لو كان لدينا الوصول إلى البيانات فلا نستطيع دائما التحليل المناسب والصحيح لهذه المعطيات. هذه التحديات التي تحدث عنها روبرت أحيانا تشكل صعوبات في لبعض المؤسسات، وأيضا في نظام الرعاية الصحية لم نتمكن حتى الآن من خلق ثقافة معرفة حسن استخدام هذه البيانات والمعطيات. وهناك أكثر من مثال على ذلك أثناء سير جائحة كوفيد-19 فيما يخص الاستيعاب والممارسات الجيدة. فيجب الاعتراف أن عندما ننظر إلى انعكاسات جائحة 19 على الواقع، لدينا مختلف المجالات التي ترفعها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية وهي خارجة، تشير إلى المسؤولية
الأخلاقية التي تتعلق بكيف كيفيات إدراج هذه الأنظمة في المحيط المحلي أو البيئة المحلية. وهناك سؤال حول كيفية تطبيقها في أرض الواقع، ويتعلق ذلك عدم انحياز أو حيادية هذه المعطيات. وخلال هذا الوباء أو هذا الوباء أعطانا فهما أوسع حول الحلول أو المبادرات، وكذلك تم تسليط الضوء على بعض الأخطاء التي كنا نقع فيها قبل ذلك. وكذلك على صعيد آخر، هناك عمل الأحكام القانونية، هناك أيضا أكثر من دليل كان يشير إلى مختلف أو تنوع إمكانية تفسير هذه القوانين الوطنية أو المحلية، وهذا يشير إلى أن هناك حاجة إلى انسجام بعض الأحكام القانونية وتفسيرها بشكل موحد عبر مختلف المناطق الجغرافية. ومن المهم أيضا الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، لا يمكن معالجتها على الأصعدة الوطنية فقط، ولكن يجب أن يقام ذلك عبر الدول والحدود إن لازم حاجة كانت الحاجة تقتضي إلى ذلك. هناك أيضا آفاق أخرى تتعلق بأهمية هذه الحلول وضمانها وسلامتها، وقد يختلف ذلك حسب الحاجة والحالة. بالفعل بعض الأجوبة أو أحيانا على الحكومات أن تقدم ردود فعل بشكل مناسب، وأيضا أفق المساواة أو سياق المساواة والعدالة والإنصاف. فهناك مخاطر تتعلق بتكنولوجيات معالجة البيانات من هذا السياق. هذه العناصر الأخلاقية يجب إدراجها وإشراكها أيضا في هذا النظام الشامل. يجب أن تكون أنظمة رعاية الصحة مضمونة، ولا نريد منع الوصول إلى هذه الخدمات الصحية أمام أحد في حالة مثلا انعدامه أو عدم تملكه للهواتف المحمولة. فهناك من لا يعرف كيف يستخدم هذه الحلول الحديثة، فيجب ضمان أو يجب التأكد من أن هذه الحالات لن تعيق أحد في الوصول أو حرية وصوله إلى هذه الحلول الرقمية الحديثة التي ستستند إلى التكنولوجيات الجديدة. شكرا. الآن أنتقل إلى الدكتورة رشا عبد الله، وهي أستاذة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وهي كانت عضوة في استشارية لـ IPF التي تمثل المجتمع المحلي في أفريقيا، وهي حائزة على عدة جوائز تتعلق في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل عام. تفضل يا دكتورة. شكرا.
جابرييلا على هذا التقديم وعلى الدعوة إلى مشاركة في هذا اللقاء. وهي هذه سابقة الوضع الذي نحن نتواجد فيه، لأننا في نتعلم ونخبر يوميا كم هي مهمة المعلومات والتواصل المباشر عن بعد، وهي وسائل تسمح لنا بإدارة مثل هذه المعطيات وتتعلق بنا تماما. فهذه المعلومات هي مفتاح للوضع الذي نجد فيه والشفافية، أما المسؤولية فهي قضايا أيضا مهمة. فنحن لا نعرف كيف تجمع هذه المعلومات أو كيف تستخدم، وهذه مشكلة لبعض الناس في المناطق الضيقة من العالم. فهذه المعلومات قليلة، وهي وسائل حكومية مثل وزارة الصحة الذي يقدم معلومات حسابية أو رقمية كيف نفعل أو كيف يجب علينا أن نفعل إذا مرض الإنسان. عادة لا يوجد هناك إمكانية لتدقيق هذه المعلومات لأنها من مصادر رسمية، فيجب علينا أن نأخذها. وفي كثير من الأحيان لا يحصل الناس على معلومات دقيقة ومعرفة، فهناك أسئلة كثيرة ولكن لا يوجد أجوبة بعددها. لا نعرف مثلا كيف ما هي المعلومات التي يقوم بجمعها الحكومة التي تتعلق بكوفيد والتي لم تكن تجمع من السابق، ولكن الآن هل كل هذه المعلومات كلها هي ضرورية من أجل مكافحة هذا الوباء وهذه الجائحة؟ وهل هذه المعلومات كلها محمية؟ وهل هي تعطى لوسائل إنفاذ القانون؟ وكيف يمكن تخزينها وكيف يمكن استخدامها؟ كل ومتى هذه تنتهي مثل هذه البرامج والتطبيقات؟ نحن لدينا أمل عندما تأتي تنتهي الجائحة، ولكن ماذا يحصل عندما تنتهي الجائحة وتبقى هذه المعلومات بيد الناس التي جمعوها؟ وما هي المسؤولية التي على عاتق هؤلاء الناس؟ هل تستطيع الحكومة استخدام هذه المعلومات لأشياء مختلفة؟ في أفريقيا، في شمال أفريقيا هناك عدة وسائل لجمع وتتبع الأشخاص، وهناك تطبيقات لوزارة الصحة التي لها دور برفع مستوى الوعي لدى الناس عند الناس. ولكن هناك 100 مليون إنسان في مصر، وهناك العديد حصل على هذه التطبيقات، ولكن أيضا مثل هذه التطبيقات يوجد فيها استخدامات شخصية. فهناك يجب إعطاء مثلا معلومات رقم جواز السفر أو رقم الهوية أو أمور أخرى أو رقم الهاتف. أو في تونس أيضا مثل هذه بنوع نيو بروتكت التي تجمع تتبع الإنسان في ووجوده في الجغرافي. وهناك انتهى تطبيق وزارة الصحة هي التي قامت بإضاءة مثل هذا التطبيق، أما المغرب فهو حوالي 40 مليون أقل من مصر. ومثل هذه السياسة ليست واضحة بشكل كاف، وهي عمومية. خاصة لم أجد أي معلومة في هذه التطبيقات المصرية، مثلا يجب أن نعطي رقم هاتفنا، رقم جواز السفر، مكان سكننا. وهناك معلومات كثيرة يجب التفكير فيها، هل إعطائها من أجل ذلك؟ لماذا
يريدون كيف أنا أستفيد من وسائل الإعلام. أنا أود أن أعرف لماذا هذه الأشياء. فهم في جنوب أفريقيا هناك تطبيق أفضل من هذه، لأنها لا يجب على المستخدم أن يعطي معلومات شخصية وهي مجهولة، ولا من ناحية ثانية إذا أخذنا بالاعتبار الجهود التي تقع على عاتق الدولة لمكافحة الوباء، فهو هناك أخبار سريعة مهمة، أي هذه هؤلاء الناس في أفريقيا وفي الدول العربية أيضا وفي مصر لديه حوالي 60% من تتبع الإنترنت، وهذا يتعلق بالأعداد السكان. هذا لا يعني أن كل الناس لديهم هاتف وبعضهم لديه جهازان هاتف محمول أو أكثر، واحد ثلث الناس لا يعرفون القراءة والكتابة. فإذا بشكل عام إعطاء هذه المعلومات من أجل البقاء والحماية من هذا الوباء فهي قضية صعبة، لذلك أقول أن الحكومة هي عليها واجب في إيصال المعلومات للجميع، لأن ذلك يتعلق بموتهم إن كان لديهم وضع جيد أو وضع سيء. وكما قلت هناك أسئلة أكثر من الأجوبة التي نحصل عليها، هناك قضايا أساسية يجب أن تكون السبب هذه المعلومات، يجب أن تكون هناك شفافية كما قلت، أن تكون مسؤولية. لا نستطيع أن نخفض حذرنا، يجب أن علينا أن نراقب ذلك، من يحصل على معلومات وبيانات تخصنا وكيف يخزنها وكيف يقوم باستعلامها. شكرا. والآن أعطي الصوت إلى أمبر سينها، وهو مدير تنفيذي لشؤون المجتمع ومركز الإنترنت في الهند، ويختص بالذكاء الاصطناعي وسلاسة المعلومات، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للأجهزة التقنية والذكاء الاصطناعي، كذلك هو مهتم هو محاضر في جامعة بنغالور. فليتفضل السيد. شكرا جزيلا. شكرا. إننا نرى أن الجائحة أدت بنا إلى ضرورة تطبيق الحلول الرقمية، مثل تطبيقات للتتبع عناوين الاتصالات والتي يتم جمعها بشكل آلي ومؤتمت، ويجب الانتباه إلى التطبيقات التي تكون مسؤولة عن توليد الأنظمة لجمع المعلومات. الحلول التكنولوجية لها تأثير سلبي أيضا، وتؤدي إلى عزل فئات من المجتمع. وهذه البيانات والمعطيات من شأنها مساعدتنا في إسراع عملية تقديم ردود الفعل للوباء، وقد يؤدي ذلك إلى التنازل عن بعض الحقوق. وطبعا الحكومات تجمع أو تعمل على جمع المعلومات وتقوم بتتبع بياناته
الشخصية، إلا أن الحكومات هذه لا يجوز أن تنسى أن متابعة أو تتبع أو جمع هذه الاتصالات لا يمكن أن تحل محل التدابير الوقائية، وليس فقط الرقمية ولكن أيضا التناظرية. في الدولة مثل الهند لدينا بعض القيود على تغطية البلاد بالإنترنت والإرسال، فلا يوجد هناك اختبارات كافية تجرى في مختلف مناطق البلاد، فكيف يمكن ضمان حماية هذه البيانات ونحن في حالة الجائحة؟ ومن المقلق والمخيب أيضا في أن في بعض الدول أن هذا مثل هذا التطبيق لن يحل كل المشاكل، وإنما هذه الحلول لا تستخدم كل التكنولوجيات المتاحة لهذا الغرض. نحن تحدثنا في الجزء الأول لهذه الجلسة الصباحية عن بعض المواضيع، وآخذين بعين الاعتبار ضرورة حماية الخصوصية. وعندما ننظر إلى التكنولوجيات المتنوعة المتاحة والتي تستخدم لتقديم رد الفعل للجائحة، فنرى بأن أحيانا يتم عدم إدراج هذه التكنولوجيات الوقائية إلى هذه التطبيقات. في الكثير من الأحيان بعض الناس يتم جمع معطياتهم أو بياناتهم الشخصية من قبل هذه التطبيقات. بهذه الطريقة نستطيع مثلا نقل بعض البيانات عن شخص ليس له أي صلة بهذا المرض. فخير جمع وحماية هذه البيانات شيء مهم. هذه الحزمات من البيانات يجب أن تكون مشمولة بحماية، وهذه البيانات طبعا نحتاج إليها قبل اتخاذ القرار. في الأشهر الستة الماضية قمنا على وضع إطار لبعض المشاريع الرقمية، ونحاول منذ ذلك الوقت إدراجها لمجابهة كوفيد 19. للأسف الصوت من السيد المحاضر، الصوت الأصلي غير واضح. هناك جهود تبذل في صدد معالجة هذه البيانات، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد إتمام النقاش حول الحلول الحكومية لضمان خصوصياتها. وهذه البرامج أيضا تتطلب بعض الحلول التقنية التي تمنع وقوع انتهاكات. فيجب كذلك إجراء الاختبارات لتحليل المخاطر التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، فيجب أن نأخذ ذلك أيضا في عين الاعتبار. هذه الأنظمة مبنية على القدرات المتعلقة بتقييد إمكانيات استخدام هذه البرامج من قبل الأطراف والجهات التي قد تقوم بانتهاك هذه الحقوق. ونحن نستخدم هذه البرامج في الهند، وشريكنا في البلاد هو الجهات العاملة في كولومبيا وإكوادور ومكسيك. أرى أن الالتزام بهذه القواعد
ليس عالي دائما في الكثير من، وحتى هذا ليس كافيا، ليس كافيا ومضمونا. هذه الأطر شأنها مساعدتنا في السعي نحو مجابهة الجائحة حتى نهايتها. للأسف الصوت الأصلي من الهند غير واضح. وأخيرا هذه الأنظمة التكنولوجية قد تؤدي بنا إلى النتائج الإيجابية لحماية البيانات. المعرفة والقدرات يجب الاستفادة منها خير الاستفادة. شكرا لك يا أمبر. وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من جلستنا، وس بعض الأسئلة. من أول سؤال من غونزالو لكيتون، أو عفوا، مرحبا يا كليتون، هل تستطيع أن تعطينا معلومات عن كيفية حفظ المعلومات التي تخص الصحة؟ بالطبع، أنا في الشات أعطيت بعض الإجابات عن هذا الموضوع. بعض الدول تفعله من الصيغ. عندما ننظر إلى التصميم التقني وعملية الوصول إليه والخصوصية المتعلقة به، لدينا خبراء جيدون وقانونيون، ونحن أيضا نقوم بسؤال المجتمع المحلي عن ذلك. وهذه القضايا أحيانا مهملة ولكنها مهمة، إن حساسية هذه المعلومات هي قضايا مهمة جدا، وتتعلق أيضا بأمن هذه المعطيات والبيانات، خاصة في أماكن التي لا يوجد معرفة بكيفية حفظها. عندما ننظر إلى الحلول الوسط في حسب إعطاء هذه المعلومات أو لا نعطيها، أو علاقتها أخلاقيا في وجهة نظر الناس، فقلتم أن مثل الحماية هذه والنظام الذي يحميها لا يساعدون في وضع القرار. فتلاحم وتلاؤم عدة أنظمة ومعلومات مختلفة في جهة واحدة نستطيع من عندها فقط الوصول إلى كل هذه، هنا إمكانيات بوصول وتدفق معلومات هائلة، ويجب هنا أن نتفق على أن بعض الناس وبعض الأشخاص لديهم أنظمة متعددة يستفيدون منها تتعلق بالصحة. إذن المعلومات يجب أن تكون معطاة من قبل شخص واحد مرة واحدة، هذا معلومة مبسطة. في الأنظمة الرقمية نقول أن البعض يتجنبون إعطاء مثل هذه المعلومات، والجميع نعرف أن هناك ثقل كبير على مثل هذه الأنظمة في تحمل مثل هذه المعلومات، مثل الالتحاق والوصول. فبعض القضايا العملية هي عملية الدخول برمز إلى مثل هذه التطبيقات. فكل إنسان إذا كان لديه وصول إلى معلوماته الخاصة هذا يريحه قليلا، لأنه عنده ثقة أكثر بمعرفة ما يعرفه الأجهزة الطبية أو غيرها عنه. هناك صيغ أخرى أيضا نراها عندما قمنا بتطوير المعلومات عن الصحة، يجب أن نؤمن حماية مثل هذه المعلومات. والآن سؤال واحد من روبين إلى رشا.
شكرا. شكرا على تعليقك يا رشا ومعلوماتك، هو الوصول إلى المعلومات الجيدة. هل تستطيعين أن تقول أكثر ما هو تأثير كوفيد-19 على عمل الحكومة فيما يخص الحرية وحرية المعلومات وحرية وسائل الإعلام؟ ما هي الأنشطة المتبعة التي يمكن استفادة منها، أو هل هناك سلبيات في تطبيق مثل هذه الأمور؟ ما هي عدد الناس الذين يقومون بإدارة الإنترنت وحماية الأشياء السلبية؟ شكرا يا روبن على هذه الأسئلة التي طرحتها، إنها في غاية الأهمية. أنا أيضا لاحظت فارقا كبيرا، ونحن بالفعل نعاني من مشكلة التعبير الحر عن آرائنا في هذه المنطقة من العالم، وهذا هو الحال الجاري. حتى قبل كوفيد-19 كانت الحالة لذلك، فلا يوجد هناك تغيير كبير. فالخطورة تتعلق أكثر بجمع أعداد متزايدة من المعلومات، ونحن أعرف إلى أين تصل وماذا سيحدث بها. أنا لا أستطيع إعطائك مثالا راديكاليا على ذلك في خلفية كوفيد. أظن أنها قضايا عادية يوميا نعيشها فيما يخص جمع البيانات. لا أستطيع أن أتي بفارق أو مثال دليل ملموس أضربه لك. لذلك لدينا بالفعل الأرضية متاحة لزرع أو ظهور بعض السلبيات وظهور بعض المخاطر، وهذه الحالة الآن قاطرة، حيث أن الموافقة الافتراضية تقدم من المواطنين والسلطات تقول بأنه ضروري وفي مصلحتكم ولضمان حقوقكم. شكرا لك يا رشا. والسؤال الأخير هي من كارميلا إلى أمبر. أمبر، شكرا لك على ما تفضلت به، وسؤالي يتعلق باستخدام التكنولوجيات المبنية على البيانات. ونحن شهدنا بعض المشاكل المتعلقة بذلك، على سبيل المثال التعريف أو تشخيص الوجوه، وهل هناك بعض المخاطر يتعلق بذلك؟ والبيانات المتعلقة بكوفيد-19 ليست بيانات عادية، فمن وجهة نظرك هل ومن خبراتك ما هو الطريقة المثلى لتجنب الممارسات الخاطئة من الماضي؟ هل يجب أن نعود إلى سبورة ونقوم مراجعة تصميم هذه التكنولوجيات من البداية؟ شكرا لك يا كارمل. بكل التأكيد مختلف الخطوات يمكن اتخاذها على مستوى الوزارات والإدارات التي يجب أن تتدخل، وفي صعدة بناء التحليل المستند إلى تحليل المخاطر التكنولوجيات التي وصفتها، بمثلا تكنولوجيات تشخيص الوجوه أو تعريفها. فما نقوم به نحن، فعلى سبيل المثال هناك تكنولوجيات عادية للتتبع أو ملاحقة أو الملاحقة من أجل ضمان بعض البيانات والمعطيات الآتية من المجتمع. والآن نضيف إلى قواعد البيانات بعض المعطيات الأخرى التي قد تؤدي أو تتسبب في سوء استخدامها. هذا نتحدث عن هذا المشروع، لكن من حيث المبدأ فالمطلوب هو
استخدام الحل الذي يجب أن لا يكون مستواه فنيا أو أقل مما كان عليه. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو في الظروف المعينة أو المحددة يجب زيادة مستوى حماية الحقوق والتقليل إلى الحد الأدنى من خطورة التمييز، فيجب القيام بمراجعة هذه القواعد والتطبيقات. وشكرا. شكرا جزيلا يا سيد أنبر. والآن نمر إلى الأسئلة التي طرحت من قبل المشاركين من ضمن مجال السؤال والجواب. هي ستطرح على السؤال الأول يخص إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، الفجوات الكبيرة في مجال التكنولوجيا تكبر، وسؤال آخر أيضا في مجال حماية البيانات، وهذا السؤال اختفى. كيف يجب مراجعة قواعد تخزين البيانات؟ هناك اتفاقية وقعت بين الولايات المتحدة وأستراليا بالخصوص، وأيضا يتعلق الأمر بنقل البيانات عبر الحدود والدول. هذا سؤال. وسؤال ثاني، هناك بعض الدول التي ليس لها الأحكام القانونية في هذا المجال، فكيف يمكن معالجة هذه المشاكل في ضوء الجائحة؟ هناك بعض الحلول التي تكون مثيرة للاهتمام، ولا نعرف كيف نستخدمها لكي تكون أو تبقى. هناك سؤال آخر، في منتدى حوكمة الإنترنت أتحدث كثيرا عن الممارسات الجيدة، ما هي الممارسات السيئة أو الأسوأ التي تخطر ببالكم؟ فأرجو من المتحدثين والمشاركين تقديم الأجوبة. أتفضلوا. سيد كلينتون، سأبدأ أنا. طيب، سأجيب على السؤال الأول الذي يتعلق بكيف نحمي وكيف نضمن جمع وما هي التعليمات التي تقوم بذلك. الجواب بسهولة هو لا نستطيع فعل ذلك. يجب أن نتذكر أن في عدة دول هذه التعليمات والقوانين هي مختلفة، وجزء منها مستخدم في كريم. ربما بشأن كوفيد ستتم جمع هذه المعلومات، وهل يمكن استخدامها لأهداف أخرى غير الصحة والوصول؟ يجب أن نقول أن أفضل هي التجارب الجيدة من بعض الدول، مثلا من دول الاتحاد الأوروبي، عندما تكون هناك قوانين لحماية وخصوصية ونقل الأخبار، تدفقها هي محمية بشكل أو آخر، والتعامل معها في دول أخرى. هذه ليس الإجابة التي أردتموها بالطبع، ولكن في القضايا الرئيسية لا توجد أساس، لأن يجب أن نفعل ذلك بأن كيف
تقوم الحكومات باستخدام هذه المعلومات. شكرا. الدكتورة رشا. طبعا متفق أنا مع كل ما قاله كلايتون. لا توجد هناك في بعض الدول أي قوانين لحماية البيانات والمعطيات الشخصية، وفي بعضها هي متعارضة مع بعضها أو يتم استخدامها بشكل آخر. كل ما نستطيع أن نفعله هو كمجتمع دولي أو مجتمع محلي أو منظمات دولية مثل أمم المتحدة إلى هيئة منظمة الصحة العالمية أو غيرها، أن تقوم بالضغط على هذه الحكومات بأن تكون هذه البيانات مأخوذة بشكل أقل ما يمكن من أجل الهدف. السؤال دائما لا نستطيع أن نحصل على إجابة كاملة حول هذه ومصير هذه البيانات. الآن أمبر. شكرا. أنا سأحاول بسرعة أن أجيب عن هذا السؤال. أن بعض الدول ليس لديها قوانين لحماية البيانات الخصوصية والشخصية. يمكن في الهند مثلا لا توجد مثل هذه القوانين، ولكن لدينا حق وحرية الشخصية لا يمكن استخدامه في هذا المجال. المواطنون هم محميون أيضا بحرية شخصية، أي انعدام وجود مثل هذه القوانين لا يعني أن يمكن استخدام بياناتهم الشخصية بشكل غير، وخاصة أن أسوأ التجارب، كان سؤال عن أسوأ التجارب، وهو تقدير الخطر الذي هو ضعيف، وفي بعض الدول هو يجب رفع مستوى الوعي لأن لمكافحة هذا الخطر، وهنا يجب أن يكون عمل كثير لأن تأثيرات ذلك ستكون غير مرضية. أما فيما يتعلق بكيفية استخدام هذه المعطيات، نقول أن بعض الدول تستطيع استخدام هذه المعلومات لأغراض غير التي جمعت منها. يجب أن نصل إلى مستوى معين لتقاسم هذه المعلومات بين الدول، وهنا يجب أن تكون قوانين تحدد ذلك وتحصره. شكرا يا أمبر على إجابتك. هناك معلومات سوف ممكن بسرعة أن نختتم هذه الجلسة. أعطيكم فرصة لآخر كلمة، عدة ثواني لكل واحد منكم. سأتكلم بسرعة. أريد أن أشكر على هذه الفرصة لعرض ما لدي أمامكم في هذا المحور. تعلمت كثير من الأشياء عندما سمعت من الباقين، أن أكبر درس لجائحة كوفيد هي إجابة القطاع الخاص ووضع قانون لحماية البيانات الشخصية، ويعطي هذا حق لجمع معلومات جيدة تقوم بمساعدة الناس
خاصة الذين يعيشون في ظروف تكون مؤشرات المرض فيها عالية. يجب أن نضمن أيضا أن الناس يستطيعون أن يثقوا بأن الحكومة ستستخدم هذه المعلومات بالشكل الصحيح، ولن فقط فيما يتعلق بمكافحة هذا الوباء. شكرا. دوري أنا جابرييلا تفضل. شكرا. أنا كذلك باقتضاب أجاوب وأقول أننا لا ننسى أهمية الخصوصية والحرية الشخصية، هو من القوانين الأساسية والحقوق الأساسية للناس. علينا الالتزام بما ينص عليه القانون وحذف هذه البيانات بعد اختفاء أو الانتهاء الغرض الذي أنشئت منه. فدور وهذه المعايير يجب أن تكون موحدة، لأننا نتحدث هنا كلنا بصوت واحد. كانت جلسة مفيدة وجيدة، وفي الختام أود القول أن من الأهمية ما كان أن ننظر فيما يمكننا القيام به من أجل ضمان هذه المعطيات والبنيات للغرض الذي تم جمعها له. يجب ربما يمكن الاستفادة منها فيما بعد، ولكن مع مراجعة النظر في طريقة جمعها وتخزينها، وهذا ربما شكرا جزيلا. الشفافية، مسألة المساءلة والمسؤولية للحكومات، نحن في بداية التفكير حول معنى إنشاء الأدوات والآليات الوطنية لمعالجة هذه البيانات، وكأننا ندخل في عصر النهضة في تاريخ إنشاء السبل التي تضمن المساواة. وشكرا. كلايتون دائما يسبقني في قول ما أريد قوله أنا، فالوصول إلى هذه البيانات والشفافية والمساءلة هي المصطلحات التي أود ذكرها. أمبر، كما قلتم في غاية الأهمية، يجب أن نفكر بكل السيناريوهات التي تسمح لنا بتصميم هذه الأنظمة المستقبلية والمستقبل الذي ندخله. صوت غير واضح. شكرا على هذه المداخلة. شكرا لكم جميعا. ومن طرفي أنا أشكر جميع المشاركين والمتحدثين في هذه الجلسة ضمن منتدى حكومة الإنترنت. هناك يجب أن نتعلم ما يساعدنا في فهم الموقف الذي أصبحنا فيه. سوف نقوم بإدراج التكنولوجيات، والسؤال هو كيف نضمن مبادئ الخصوصية ونطور وندرج هذه التكنولوجيات. فالفعل هو ما هي البيئات والفئات والأوساط التي واحتياجيتها، وكيف تساعدنا البيانات المجموعة منها جبهة الفيروس. حقوق الإنسان هي أيضا يعطينا منطلقا آخر للنظر في إعادة هيكلة أو مراجعة هذه القواعد، وما إذا كانت هذه التكنولوجيات
مستفادة في أغراض جيدة، ومن أجل ضمان الإطار المناسب لإدارة هذه المعطيات. هذا من الأفكار التي نراها ونحن في وباء كوفيد-19. نختتم وأشكركم جميعا مجددا، شكرا أنكم كنتم ممتازين، وشكرا على مشاركتكم.